بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر الأرض والسماوات، الذي خلق كل شيء فأبدعه وجعله دلائل على ربوبيته وآيات، وأجرى البحار والأنهار وأرسى الجبال الشامخات، وزين السماء بالكواكب وجعلها حفظا من مسترق السمع، فأرسل عليهم الشهب الخاطفات، وأرسل أفضل البشر بالبشارات، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، وعلى آله وصحبه خير صحب تمسكوا بسنته وساروا على نهجه، وكان لهم أسمى الصفات وأروع السمات، وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، ورزقهم النصر والثبات. أما بعد، سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي الأمين العام لمكتب الإفتاء راعي حفلنا هذا، مشايخ العلم وطلبته، حضورنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في الندوة الثانية من ندوات أعلام السويق التي ينظمها مركز ذاكرة عمان واللجنة الثقافية بنادي السويق، لنسلط الضوء على علم من أعلام هذه الولاية العريقة، ألا وهو الشيخ راشد بن مصبح السباعي. ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. وأول ما نستهل ونستفتح به ندوتنا آيات كريمة عطرة من الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم الفاضل يحيى بن سعيد القنوبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد،
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم.